نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا ضمن سلسلة رقم صحيح حول الاستثمارات الخضراء. أشار المركز إلى أن تقريرا صادرا عن صندوق النقد الدولي ذكر أن 14% من إجمالي الاستثمارات العامة في مصر العام الجاري ستكون في مشروعات خضراء، وتوقع الصندوق أن 30% من المشروعات المخطط لها في العام المالي 2020-2021 ستراعي المعايير الجديدة للاستدامة البيئية.